بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على يونت 5 لسن 1 سيمتري اللي هو التشابه. يعني عندنا لو قلنا بوليجون 1 سيميلر علامه السيميلر بوليجون 2 اف عندنا شرطين 2 او زير كورسبندنج سايد زير corresponding sides are proportional متناسبين يعني. Number two, their corresponding angles are equal in measure. يبقى عندنا لو انا عندي two polygon are similar متشابهين في شرطين لازم الاثنين مع بعض الكورسبندنج سايد ار بروبورشنال والكورسبندنج انجل ار ايكوال ان ايه ان ميجر. يعني على سبيل المثال لو خدنا شكل بالشكل ده كده الشكل الثاني اهو هنقول مثلا ال A B C D وال X Y Z L X Y Z L يبقى ال A ميجر A equal ال X وال B equal ال Y وال C equal ال Z وال D equal ال L وال A B equal ال A C أو proportion sorry وال ده proportion مش equal لو equal يبقى congruent تمام. طب نقدر نقول بقى هنقول له ان ال A B C D similar X Y Z L. طيب يبقى الانجل ال A اهي equal انجل ال X الانجل ال B equal انجل ال Y انجل ال C equal انجل ال Z انجل ال D equal انجل ال L. طيب البروبورشن انجل السايد بقى اهو اي بي ديفايد الاكس واي ايكوال البي سي ديفايد الواي زد ايكوال سي دي ديفايد سي دي ديفايد زد ال بالترتيب الدي اي ايكوال الدي اي ديفايد ال 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 x بالترتيب كده. يبقى الانجل هتاخدها من انجل A equal انجل X انجل B equal Y انجل C equal Z انجل D equal L ال A B divided X Y equal B C divided Y Z equal C D divided Z L equal D A divided L X تمام كده. طيب بيقول لي بقى if in order the two polygon are similar the two condition should be verified together لازم الاثنين يتحققوا مع بعض زي ما احنا قلنا الانجل equal والسايد بروبورشن. طيب على سبيل المثال السكوير اهوت والريكتانجل not similar ليه؟ بالرغم ان كل الانجل كلهم ايكوال لان رايت لكن السايد نوت بروبورشن. طيب ايه تاني برضك عندنا السكوير والرومبوس بالرغم ان السايد ايكوال في بروبورشن يعني لكن الانجل نوت ايكوال تمام كده. طيب ريمارك 3 كمان شويه ملاحظات نعرفها كده لانها مهمه كده نفهمها مش عايزين نحفظ. The congruent polygon are similar but is not necessary that the similar polygon are congruent. يعني لو انا عندي two polygon are congruent اهوت مثلا ده two side اهوت two polygon are ده b1 square و b2 square مثلا ده طبعا كلهم right angle اوكي. طيب السايد لو قلنا ده 4 وده 4 يبقى ده congruent يبقى برضه similar لان الكونديشن هيتحققوا مع بعض الانجل رايت والسايد بروبورشن 4 اوفر 4 ايكوال 1. طيب لكن السيميلر نوت نيسيسري تو كونجريوينت مش بالشرط. اول ريجولار بولوجن ار سيميلر طبعا اكيد
بس بشرط ان هم يكون لهم نفس العدد من الساين، same number of sign. زي مثلا all square are a are similar, all rectangle are similar, all rhombus are similar, all pentagon are similar. H2 polygon is similar, third are similar. يعني عندي اثنين similar هم كل، يعني مثلا ده B3، B1 similar B3، B2 similar B3، يبقى B2 similar B1 similar B3. طب قلنا في شرط أساسي برضو الترتيب، الترتيب ماشي. طيب ناخد بقى example على الكلام ده. جايب لي اهوت، ده البولوجون الأولاني وده البولوجون الثاني. A B C D و X L Z Y. ناخد بقى البيانات، هنا هو عايز ديت مش معلومة ودي مش معلومة وديت برضو مش معلومة وديت 65. طيب ديت 1.4 سنتيمتر، 1.4 سنتيمتر، وده كله كان 3 سنتيمتر. طيب هنا 3 برضو سنتيمتر، دي 70، 135، وعايز الانجل ديت وعايز السايد ده، وده 2.1 سنتيمتر، وعايز ده وعايز ده. طيب هو بيقول لي بقى ايه؟ in the opposite figure A A B C D similar similar the polygon X Y Z L. ماشي. طيب طالما هو قال لي يبقى الانجل ال A، طبعا انجل ال A equal انجل ال X، الانجل A equal انجل ال X مش معروف، بس ال A 70 يبقى ده كام؟ 70 خلاص. طيب انجل ال B equal انجل ال Y، ال B equal ال Y يبقى دي 65. طيب ما ده 360 كله، تمام، يبقى نجمعهم كلهم كام؟ يبقى انجل ال D equal 360 minus ها 65 بلس 70 بلس 135 تطلع بكام؟ انجل الدي انجل الدي هتطلع بكام؟ عشان بس الوقت بس، انجل الدي ايكوال 90، يبقى ده كام؟ الدي كام؟ الدي 90. طب الدي بتقابل ايه؟ الدي بتقابل ال ال، يبقى ال ال ب 90. طيب انجل الزد، الزد هي قابل السي، السي بكام؟ 135، يبقى دي 135. جبنا الانجل خلاص، نجيب بقى السايد من هنا بقى اهو، A B divide ال X Y equal ال B C divide ال Y Z equal ال C D divide ال Z L equal ال L equal ال D A divide بالترتيب ال L اكس. نشوف بقى الموجود، اي بي موجوده؟ اي بي لا مش موجوده، نكتب الاي بي. اكس واي، اكس واي ب 3 ها ايكوال البي سي، بي سي 2.1 ها، الواي زد، الواي زد 1.4 ها ايكوال السي دي مش معلومه ديفايد ايه زد ال، زد ال مش معلومة. طيب ايكوال الدي اي، الدي اي خلاص بس كفاية كده. ممكن من هنا نجيب الاي بي، الاي بي ها كروس 3 تايمز 2.1 على 1.4 طاير البوينت 7 في 3، 7 في 2 يبقى 9 اوفر 2 ايكوال 4.5، يبقى الاي بي، الاي بي 4.5. طيب ماشي، ايه تاني؟ ممكن بعد كده خلاص
هو عايز الايه؟ عايز الاي بي، جبنا الاي بي. طيب عايز السي دي، فين السي دي؟ السي ديت والزد ال، الزد ال. طيب في حاجة تانية جايبها لي، الزد ال هو جايبها لي اكيد، الزد ال 1.8. 1.8. طيب الزد ال 1.8، 1.8. طيب بقدر اجيب السي دي بقى من هنا اهيت 1.8 تايمز 2.1 على 1.4. طيب ديت 7 فيها 3، 7 فيها 2، يبقى ممكن هنا 20، شيل البوينت، يبقى فيها 2 فيها 9، يبقى 2.7، يبقى 2.7. خلاص كده؟ طيب ماشي. في بقى ريمارك، يبقى انا بقى كل اللي انا بعمله بساوي الانجلز، وبعد كده بعمل بروبورشن للايه؟ للسايد. اوكي؟ طيب بيقول لي ريمارك ذا ريشيو بتوين بريميتر، الريشيو بتوين البريميتر تو سيميلر بوليجون ايكوال ذا ريشيو بتوين ذا سايد، ذا سايد لينث اوف كورسبوند. يعني ايه؟ يعني لو عندي تو بوليجون اهوت، البريميتر بتاع بي 1 للبريميتر، او بريميتر بي 1 لبي 2 ايكوال سايد 1 على سايد 2. تمام؟ ونشوف مثال على الكلام. تو سيميلر بوليجون whose length of side of same them are 3 و5 و6 و8 و10. ده بتاع الاولاني. And the perimeter of the other، البريميتر بتاع الاذر b2 equal 48. Find the length of side of the second، عايز length بتاع ده. طيب احنا عندنا ممكن نعمله كده، بولوجون اهوت كام سايد؟ 5 اهو، A B C D، A B C D E. نحط السايد 3 5 6 8 10. تمام. طيب دول مجموعهم كام؟ 3 بلس 5 8، 8 بلس 6 14، 14 بلس 8 22 بلس 10 يبقى 32. يبقى ده البريميتر بي 1 32، يبقى بي 1 على بي 2. ناخد اي سايد بقى نجيب البريميتر كام؟ قلنا 32 على 48 ايكوال، ناخد اي سايد وليكن هنا ايه، 3 على اللي هو السايد يعني. تمام؟ او ممكن نقول عليه مثلا ال A بي، ال A داش بي داش. يبقى ال A داش بي داش هيساوي كام؟ 3 تايمز 48 على 32 ديفايد ال 8 فيها ال 4 ديفايد ال 8 فيها ال 6، يبقى 18 على ال 4 ديفايد 2 يبقى 9 اوفر 2 يبقى 4.5. يبقى اول حاجه ايه؟ 4.5. اوكي؟ طيب يبقى ده 4.5 هنستعملها برضو مع التانيين. يبقى هنا ال بي 1 على بي 2 برضو هناخد بقى ال 5، يبقى 32 على 48 هيساوي، هناخد ال 5 على ال بي داش سي داش. اوكي؟ يبقى 5 تايمز 48 على 32، دي مع على 8 فيها 4، على 8 فيها 6، على 2 فيها 2، 2 فيها 3، 15 اوفر 2 يبقى 7.5، وهكذا. تمام كده؟ وهنجيب السايد بتاع كل ايه واحد. تمام؟ او ممكن من هنا ممكن ناخد ال 48 على ال 32، ناخد النسبة على ال 8 فيها 6، على ال 8 فيها 4 يبقى 3 اوفر 2. دي البروبورشن، النسبة 3 اوفر 2. طيب ممكن نشتغلها كده. طيب نشتغلها كده، 3 اوفر 2 اللي هو البريميتر بتاع الاول الريشيو على الثاني ايكوال اللي هو ال A داش B داش على ال 3، يبقى
يبقى 9 over 2 يبقى 4.5 زي ما جبناها. التانية 3 over 2 equal b dash c dash على 5 يبقى 15 على 2 equal 7.5 وهكذا. تمام؟ ونشتغل بالطريقة دي. طيب similarly to triangle. بالنسبة للتريانجل بقى احنا عندنا في اي بولوجون لازم التو كونديشن الايكواليتي اوف كورسبندنج انجل والبروبوشن بتاع السايد. لكن هنا في التريانجل يكفي شرط واحد، يعني الانجل دي ايكوال الانجل دي والانجل دي ايكوال انجل دي والانجل دي ايكوال انجل دي، يبقى دول بروبوشن او سايد او الايه السايد اي بي سي اكس واي زد. لو قلنا الاي بي على الاكس واي ايكوال البي سي على الاكس زد ايكوال الاي سي على الاكس واي، يبقى لو كانوا دول بروبورشن ايكوال اي نسبه مثلا 1 اوفر 3 يبقى دول ايه سيميلر، يبقى دول ايه سيميلر. طيب في برضه بعض الملاحظات في الرايت انجل تريانجل. الرايت انجل تريانجل يكفي، بس طبعا ديت ايكوال دي، يكفي ان الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى لازم الانجل دي ايكوال دي، يبقى دول سيميلر. الايكولاترال تريانجل، الايكولاترال تريانجل، الايكولاترال تريانجل ار سيميلر. طيب الايسوسلس تريانجل، الايسوسلس تريانجل يكفي ان انجل واحده من هنا تساوي ديت، يبقى الاثنين ايه ار سيميلر، ار ايه سيميلر. اوكي طيب نشوف بقى مثال على الكلام ده. عندي اهو تو تريانجل، انا اي بي سي، اي بي سي اي اف دي، اي اف دي. طيب هنا 22 12 سنتيمتر 115 وديت معرفهاش، دي 9 سنتيمتر وده 5 سنتيمتر، هنا 115 وديت 43 وده 18 سنتيمتر. طيب بيقول لي ABC and E F D R 2 triangle، ما قاليش similar، وجايب لي ال A B measure angle B equal measure angle F equal 115 measure angle A 22 measure angle D 43 A B 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر B C 5 سنتيمتر A C 12 سنتيمتر اي دي 18 سنتيمتر. طيب بيقول لي فايند ذا لينث اوف اتش، عايز اللينث بتاع الاي اف والاف دي. طيب اول حاجه هنا ديت 115 وديت 22، يبقى هنجيب الانجل دي بكام؟ 115 plus 22 add 7 3 يبقى 180 minus 137 add 3 4 يبقى دي 43. اهي دي 43 يبقى ده كام؟ 22. يبقى السايد ايكوال، يبقى سيميلر السايد ايكوال سيميلر. بس لازم نشتغل بقى ازاي تريانجل بقى بالترتيب A B C similar triangle E F D. E F D اوعى اغلط، لو بدأنا بال A ال A هي بيقابلها ال E، طب هتمشي كده ولا كده؟ اي حاجة لو مشيت كده A B C يبقى E F D، طب لو مشيت كده A C B هيقول E A D F. اوكي نشتغل بقى هنا بقى، يبقى ال A B over ال E F equal ال بي سي ديفايد ال اف دي ايكوال
ال A C divide ال E B. نشوف اللي عندنا ال A B بكام؟ ال A B ب 9 divide ال E F مش مع ما احنا عايزينها اصلا E F equal ال B C ال B C ب 5 طيب وال E D ال E D فين ال E D ب 18 ها equal اخر حاجة A C 12 divide ال E D ال E D لا ال E D ازاي ال A C E D ايوه 18 طيب نراجع تاني A B E F A B E F B C F D طيب بعد كده A C A C ايوه او سي اي هي يا اي دي اي دي تمام ماشي طيب يبقى عندنا اي بي اي اف و بي سي اف دي اف دي اف دي دي اف دي سوري اف دي طيب نشوف بقى من هنا اقدر اجيب مين اقدر اجيب ال اف دي اهي اقدر الكروس يبقى ال اف دي ايكوال 5 تايمز 18 ديفايد 12 6 فيها 3 6 فيها 2 يبقى 15 اوفر 2 ايكوال 7.5 يبقى ده هي كام 7.5 طيب هنا بقى ال اي اف سهله بقى ها 9 تايمز 18 ديفايد 12 6 فيها 3 6 فيها 2 27 divide 2 يبقى 13.5 اوكي okay. طيب ناخد بقى اخر مثال معانا بيقول لي هنا ايه جايب لي تريانجل اهو A B C وديت اف اي والانجل هنا مفيش انجل طيب دي 9 سنتيمتر طيب وده بارلل نشوف المثال بيقول لي ايه اي بي سي از ا ترينجل ويتش اي سي ايكوال هاف الاي بي اي سي ايكوال هاف الاي بي ايكوال 6 يبقى ده 6 طيب يبقى ده 12 طيب البي سي 9 بي سي 9 اند اي اف بارلل سي بي والاي بي 5 ده 5 طب ما ده 12 يبقى ده كام؟ يبقى ده 7 لان قال لي الاي سي ايكوال هاف الاي بي يبقى الاي سي وجاب لي الاي سي 6 يبقى ده 12 ده 5 يبقى ده 7 اوكي بيقول لي ذا لينس اوف اتش عايز اللينس بتاع الاي اف واللينس بتاع السي اف الاي اف الاي F و C F وده طيب احنا عندنا اول حاجة ال F E parallel ال C B تمام يبقى انجل مثلا ممكن دي 1 2 3 4 يبقى ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 وميجر انجل 3 equal measure angle 4 دول بنسميهم ايه corresponding corresponding angle والانجل ايه طبعا ايه انجل ايه common angle common طبعا هنقوله بقى ايه ان triangle A F E similar triangle A S B ليه؟ angle the corresponding angle are equal 1 equal 2 3 equal 4 والانجل A common يبقى triangle A F E similar triangle A C B A F E similar triangle A C B طب ناخد بقى بالترتيب بقى نمشي لها بالترتيب A F E similar A S B يبقى A F divide A C equal F E divide C B equal A E
والـ A B. طيب الـ A F بكام؟ A F مش ما اعرفهاش، يبقى A F على الـ A C بكام؟ B 6. F E، برضك ما اعرفهاش، على الـ C B بكام؟ ب 9. إيكوال الـ A E، ب 7، على الـ A B ب 12. بس سهلة جدا، أقدر أجيب بقى من هنا، أقدر أجيب الـ F E، أهوت 7 تايمز 9 ديفايد 12 3 فال 3 3 فال 4 يبقى 21 ديفايد 4 يبقى 5 اند كوارتر، 5 اند اند كوارتر، تمام، يبقى ده 5 اند كوارتر. اقدر اجيب ال A C ال A F سوري اهو 6 تايمز 7 ديفايد 12 دي معادي فيها 2 يبقى 3.5، 3.5 ال A F AF 3.5، بس هو عايز ال FE يبقى 6، ما ال FC 6 minus 3.5 equal to 2.5 سنتيمتر. اوكي سهلة مفيش فيها أي حاجة. طيب ناخد كده خلاص، يعني هي نفس الفكرة إن أنا بثبت إن هو سيميلر، بعد كده برتب الصح. اوكي وبكده نكون خلصنا ليسون 1 في السيميلر. بعد كده هناخد درس مهم جدا اللي هو كونفيرس اوف فيثاغورس ثيرم، عكس نظريه ايه فيثاغورس. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.